انا النقطه اللي عايز اقول لك عليها سريعا عشان نروح لحاجات تانية. اتفضل. ان اوسوريو لازم مش يغير اسلوب اللعب. هقول لك انا الادوات دي اوسوريو. اوسوريو قبل مباراه فيوتشر لما كان بيستخدم فتوح كباك ليفت وكان هو بيطلع يكمل كلاعب 8 يلعب الكوره ده اللي كان بيعمله، كان لازم يبقى مأمن يا بروقة يا بعمر السيسي، كان لازم يبقى واحد منهم بيبقى موجود وبيطلع فتوح يطلع يلعب الكورة. الشوط التاني الوحيد اللي في فيوتشر الوحيد اللي فتوح طلع كستة صرف بدون ولا عمر السيسي ولا رؤى ولعب التمانية عمر جابر. الخطة دي بالكرة اللي اتمسكت الشوط التاني حس ان فتوح هو الستة المثالي اللي هيلاعبني كورة. لو بصيت قبل ماتش فيوتشر الشوط الاول او اي مباراة كنت لازم تلاقي عمر السيسي و رؤى ومعاهم فتوح. ماتش فيوتشر الشوط التاني السخونية اللي حصلت وان الكرة اتلعبت حلو وكل حاجة كانت حلوة، ايه اللي حصل؟ بس المشكلة ان خصمك كان مختلف، خصمك عايز يعوض فكان مديك المساحات، لكن النادي الاهلي كان ذكي جدا ان هو قال لك ايه، خد الكرة اتبسط كده كده انت في مرحلة تطور في الخطة هتغلط هاخد الكرة اشتغل في المساحات. النقطة بس هنا، هل اوسوريو اتعلم في حتة ايه؟ ان انا ما لعبش فتوح ستة، لعب ستة اساسي ومعاه فتوح كمل الطريقة اللي انت بتعملها. ولكن انا وجهة نظر الشخصية لما تيجي تحلم، انا لما باجي احلم بمشروع مش احلم بمشروع بمليار جنيه وانا معايا 2 جنيه، انت معكش الكواليتي اللي يخليك تحلم الاحلام دي. وحتى لو الكلام ده قاله العالمي احمد حسام ميدو بنفس المكان ده اللي انت طبعا لازم تبقى واقعي، لما عايز تبقى واقعي وتبقى عارف ظروفك رايحه فين وجايه منين لما يجي لك احتياجاتك اللي جايه بالظبط. طبعا انا دلوقتي انت اتعلمت، يعني هو قال لك في المؤتمر قال لك انا اتعلمت من المباراه دي، لما نشوف في البطوله العربيه هل انت هتتعلم ولا مش هتتعلم؟ تاني حاجه، انت مهما تجيب له من لعيبه قبل البطوله العربيه يبقى من الجنون ان انت تشرك لعيب لسه ما يعرفش ينطق اسم نادي الزمالك كويس تدخله التشكيل ويلعب بطوله زي دي لسه، فاهم قصدي؟ فانت حتى لو جبت له لعيبه كانت لازم تيجي من قبل كده عشان الراجل يخش ينسجم. انا وجهه نظري ان اوسوريو لازم يكمل، ولو هيكمل بالاسلوب ده لازم الاداره توفر له على الاقل عناصر خاصه وانا قلت الكلام ده لطارق لما كنت بنتناقش، لو ما جبتلوش مدافع وما جبتلوش مهاجم وشحنت له نص الملعب بثلاث اربع عناصر جامدين ممكن شكل نادي الزمالك ده يختلف تماما. انت ممكن تبقى فاكر ان المشكله في الديفنس، ممكن تبقى فاكر ان المشكله في الهجوم، ولكن دايما انا كنت بضحك مع طارق اقول له الزمالك بيلعب بجزمه وبقميص من غير بنطلون، نص ملعب الزمالك هو ده البنطلون اللي لازم نادي الزمالك يجيب له 3 4 لعيبه بمفاهيم 6 و8، ناس بتعرف تدافع، ناس بتعرف تهاجم. لو الزمالك شحن نص الملعب بشكل كويس بالعناصر دي ممكن يبقى شكل كويس. فينك يا طارق يا حامد؟ صح طبعا. طبعا.